السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس اللي زاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي اخوتي واخواتاتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يرحم لكم الوالدين، بغيت له ماكسيمو ديال اللايكات في هذا الفيديو. هذا الفيديو مهم ومهم بزاف. الله يرحم لكم الوالدين، اعطوني اللايكات ديالكم. عارف راسي هذا الفيديو صورته شويه معطل، ولكن اخوتي راكم عارفين اليوم كان لاعب المنتخب المغربي للأسف تقصينا، ولكن شوفوا ما عندنا ما نديرو. هذه هي الكرة بكل روح رياضية، الحمد لله ديجا راه انتصار كبير ملي وصلنا لهذه المرحلة، الحمد لله ديما مفرحينا، ولكن ما عندنا ما نديرو. داروا جهدهم، داروا أكثر من الجهد ديالهم وما كتابش. هادشي اللي غادي نديرو أخوتي، وكنتمناو التوفيق للفرق اللي باقيين الحمد لله، الله يكمل عليهم بالخير. المهم هذا الفيديو أخوتي درته غادي نجاوب السريعة، غنجاوب السريعة لأن البارح أولا اليوم خرجت بواحد اللايف وخرجت بواحد المغالطات وقال لك الساكت عن الحق شيطان أخرس. بما أنني أنا عارف الحقيقة وعارف أشنو كاين وأشنو واقع وسامع أشنو واقع، ميمكنش ليا نسكت ونخبى الحقيقة. خرجت السريعة كتكلم على الأوديو المسرب ديال زهير زوج يسرى، قالت لك على أنه هضر فيها تا هي وقال فيها شي هضرة، هذاك الأوديو هضر فيه على سعاد وعلى يسرى، المهم هضر بزاف ديال الحوايج. قالت لك حقه هضر فيا وعايرني حتى انا وما صدقش وانا كنت كنحتارمو وكان كيحتارمني وكذا وكذا وكذا، وداك السيناريو ديالو وديك الفلسفه. بغيت نقول لك السريعه كون ما كنتش عارف الحقيقه غادي نقول الله اعلم، غادي نقول الله اعلم، ولكن بما انني عارف شنو كاين في داك الاوديو غادي نقول لك نعلت الله وعليك الى يوم الدين. هي الكذابه والله يمسخك، نعلت الله وعليك تسيري قرده اكثر من تمسوخه اللي كتقولي هضر فيك انت. الاوديو هضر فيه على يسرى وهضر فيه على سعاد، ملي جبدوا لي سعاد قال لهم كلهم عائله مسخه، ولكن ما جبدكش انت الكذابه، ما هضرش عليك انت، هضر على يسرى وهضرت على سعاد للاسف، وخا سعاد ما كيعرفهاش السيد كيهضر فيها، وخارجه كتجبهي والقاطع متبعينك وانت كتكذبي عليهم كتقولي حقه هضر فيا وقال فيا، مع العلم انك انت علاقتك مزيانه وكثر من مزيانه مع زهير ومع الاخت ديالو، وراك تطلع عليها بالسيو احمر، عندك تواصل، كتعطي لي ديتاي ديال اليسرى اشنو كدير، والمعلومات فين خرجات فين دخلات مع من هضرات، كلشي ديك المعلومات انت اللي كتوصلين بها. وشوفوا وكونوا اكيدا وعقلوا على كلامي، الا ما دارش هو قناه وغيفضحك السريعه واحد النهار وغادي تخرج انه كيفضحك انك انت اللي خسرتي الصوره ديال اليسرى، وانت اللي كتواصلي مع الاخت ديالو وكتواصلي مغالطات ومعطيات. داكشي علاش ما هضرش عليك انت في الاوديو، وبالعاني باش تبرئي راسك انك حقا انت بصح فعلا انت كيهاجمك وهادي، وتقدري احتمال كبير احتمال كبير عقلوا عليها انها تواصل معاه وتقول ليه هضر وقول فيا وقول فيا، وداك الاوديو تقدر تحطو عندها بالعاني ولو يصيفطو ليها هي وتقول لي بالعاني هضر فيا، ولكن الاوديو اللي احنا عارفين الاوديو الحقيقي هضر فيه تاع على يسرى وعلى سعاد باش قال حقا كرشه بحال البغريره وبزاف ديال الحوايج، انا ما يمكنش ندخل في ذوك التفاصيل. اما انت ما جبدكش ما سماكش وخارجه بالعاني اهدر فيا، واش كون حاشاها لك؟ واش كون دافك الحريره نهار العيد؟ كون دافك وخا الحريره وعدا القيمه عليك انت؟ علاش كتكذبي؟ علاش كتكذبي وانت علاقتك بهم مزيانه؟ هذا هو المشكل، وانت كتواصلي الاخبار، انت غير هضره ديال الطوموبيل اللي شراتي يسرى درتي عليها القيامه الطوموبيل وهذه وهي دارت الكراج ديالها وانت انا خاصني ندير، كتقط لك الغيره منها. علاش انت ما كتحمليش شي واحد ينجح في حياته شي واحد يسهل عليه الله، كتمرضي من فيك داك العقده معقده فيك شي عقد دازو في حياتك مأثرين عليك، وداك التجرويق اللي جا الوقت وداك الشيء كلشي بقى مأثر عليك. والله الا قالت لي محكه اهدر فيا وقال فيا اودي 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 اش غايقول فيك؟ وانت راك فضيحه، انت راك شوهه اكثر من الشوهه اللي مشوهه في اليوتيوب، عائلتك متبرين منك كلشي متبرين منك، اش بقى؟ دخلناك بالله قول لي اش بقى؟ اش بقى ما يفضح فيك؟ وانت نهار ما طالو تي الو فلانه دارت الو فلان دارت وصلي في الاخبارات الجاسوسه ويقول لك شكون اللي كيخرج الاخبار. شوف يا يسرى انا غنقول لك انا ما عنديش معاك لانك انت عاقه ومسخوطه، انا هذا الشيء علاش ضدك في عقوق الوالدين، وتقولي من هو المغتصب واخا الموضوع بعيد عليا انا، المهم الام ديالك اللي من حقها تعرف، ولكن شوفي ردي بالك ردي بالك، انا كنقول لك ردي بالك من السريعه، راه هي اللي شوفي هي سبب الخراب ديالك، ومازال غتعرفي القيمه ديال الام ديالك، وانت تلاقيتي الام ديالك وجلستي معاها وكانت معاكم خالتكم وشوفي ديك الكواليس كلها كاينه وغدارتي معاها مزيان
وحسيتي ان الام ديالك هي اللي باغا لك الخير، وهذا الشيء مازال غادي تعرف فيه اكثر، ان راه ما كاينش اللي بغى لك مصلحتك اكثر من الام ديالك. ما تغدك الغرار العويشه اللي كيتصلوا. نقول لك واحد القضيه، هادوك اللي كيدافعوا عليك، القنوات اللي كيدافعوا عليك، حتى مره توصل الاوديو، حتى مره سامعين عارف الاوديو، عارف شنو فيه، فهمتي؟ السريعه كانت عارفه الاوديو وعند الاوديو مغشت ودات راسها ساكته كتسمعنا حنا كنهضروا الاوديو، ما جاتش عندك وصارحاتك وقالت لك ها شنو كاين ها شنو كاين، ضربت الطم صمت الاميض. والقنوات اللي خرجوا كذبونا، الحمد لله والله القسم الى ربي كبير، يوم على يوم كتثبت المصداقيه ديالنا. حنا ملي قلنا الاوديو هما سامعين الاوديو خرجوا لا ما كاينش، بعدا من البنت باغا تشتتوا لها الشمل ديالها هادي. ايوا شنو كاين دابا؟ فين غديروا وجهكم؟ هاي خرجات وفضحاتكم. وغادي نقول لكم واحد القضيه اخوتي، شوفوا زهير معروف عليه كيهضر مع البنات وهادي، وكاين السكرينات ديالو داك التخربيق، ولكن كنقول انا وكنتوقع احتمال ان هاد الخطه ديال الاوديو غتواصل وغتهضر يقدر يكون من الخطط السريعه والعاقل. غنقول لكم علاش، لان شتي كما كنشوفوا دابا العاقه يسرى بدات في داك الفيلم ديال حقه غنطلق، حقه راح تحيح حوايجو، حقه هادي شويه غتقول الرجوع عادي. انني سامع اخوتي من الكواليس انها كانت باغا دير لي بروجي سطروا عليها، حنا كندفعوا الطلاق وتراجعوا للطلاق. علاش مشاو عند سعاد ديك الخطه ديال مشاو عند سعاد وحقه وبرئيني في اليوتيوب وهادي، وداتو معاه حتى هو لان انت هو داخل معاه في اللعبه، حيت هو عرف قالها للناس، تواصل مع الناس، عرف ان اليوتيوب بنت بوكريشه كتدخل فلوس. نعرف اللي داير قناته وعنده المشاهده طالعه عارف هو راه كيدخل فلوس، سيرتو هي كتدخل واحد البيجي من 8 مليون 6 مليون في الشهر، هذه راه ما تنزلش عليها هي، يعني عندها الدقائق وعندها الفيديوهات كيتشافوا دغيا وعندها اللي في طالع بزاف. عرف ان بروجي بالنسبه ليه هو الدجاجه بكامونه، كونوا اكيد راه واخا تعايروا واخا تسبوري ما غاديش يطلقها. نقول لكم اللي كاين، الا بغات هي دير لك فيلم ديال حقه غنطلقوا، حقه رجعوا، حقه جرى عليا، حقه جريت عليا، حقه لا جاتني مو جاتني اختو، اتوقعوا هاد الافلام عقلوا، توقعوا السيناريو عاوتاني، جرى عليا، عيطت اختو، جات مو، صيفط بويا، صيفط جدو، ودوك الافلام ديال لحت لي حوايج من الشرجم، جا عندي في نص الليل كي جا كيدوق عليا في نص الليل في الشرجم، جريت عليه خويت عليه صطال ديال الماء، هادشي كلشي توقعوا مع هاد العائله المشوهه مفضوحه. علاش انا مابقاش كنثيق في هاد الناس؟ نكذب عليكم واخا يقولوا لي غدا العيد ما نثيقش بهم، كذابين سلع عايشين بالكذوب وعايشين واحد الحياه اللي ماشي ديالهم، باغين يعيشوا واحد الحياه لواحد النيفو اللي ماشي ديالهم. شوفي البرجوازيه كت انسان كيتزاد برجوازي في وسط عائله برجوازيه، وتبقى اخر رزم وقع نقاشه سيرين على الشيطان، تبقى من تبو زيق الصوغان زعما والموسيقى تير خاصك رموك تصوبي، اما الطوموبيله صغيره عليك، هذيك الطوموبيله خاصك ديرها بوست كليب تهزي الدوري بها. والله قسم. المهم خوتي هذا كان فيديو توضيحي المغالطات اللي خرجت بهم السريعه الكذابه، ما تيقوش بها، راه معايا راه ما سبه هي، هذا على يسرى وعلى سعاد. تحياتي لكم اخوتي العزاز، ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، تصبحوا على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.